قناة الطريق، تعالوا معنا نشوف استطلاع رأي الشارع المصري عن استغلال التكاتك للمواطنين. تعالوا معنا نشوف هذا التقرير. اتعرف على حضرتك. خالد الرشدي، اهلا وسهلا بحضرتك معانا. ايه رأي حضرتك في استغلال التكاتك للمواطنين؟ والله هو التوك توك وسيلة جميلة ووسيلة مريحة، وبالذات وسط الاحياء الشعبية، بس يعني انا باصص للتوك توك ان في ناس بتستخدمه خطأ. يعني مثلا شغال في حي العمرانية، داخل العمرانية جوه شارع الثلاثين وشارع المستشفى والاحياء الشعبية، بيطلع شارع الهرم، بيطلع شارع الهرم، بدل ما يعمل ريتيرن ويرجع بيشوف اي فتحة عادية كده حتى لو خطأ بينجز من فوق التلتوار ينزل الناحية التانية، كده بيعرض نفسه حضرتك للخطأ وبيعرض مشكلة على الآخرين. يعني أنا جايب عربيتي الملاكي، ذنبي إيه لما تنزل عليا توك توك كده يقطع عليا الشارع؟ فهي وسيلة حلوة، وسيلة مريحة، بس نستغلها بطريقة صح. محمود محمد، موظف المعاش، أهلا وسهلا بحضرتك معانا. إيه رأيك في استغلال التكاتك للمواطنين؟ والله يا ظاهرة فظيعة جدا. المفروض ان التكاتك دي يعملوا لها تراخيص او يعملوا لها سن معين، حوالي 20 سنة هو المفروض يسوق التوك توك. في انا بشوف واحد عنده 10 سنين النهاردة بيسايق التوك توك، ودي ظاهرة مش كويسة. هي فعلا بتخدم ناس في الاحياء الشعبية، اما بالنسبة داخل القاهرة المفروض يمنعوها التكاتك دي ما تمشيش في البتاع ده. واهم حاجة يرخى التوك توك ده، لازم يكون مراقب، افرض عمل حادثة وعمل اي حاجة، فالمفروض يحجبوه ازاي دلوقتي لما يكون عليه نمر ويكون عليه بتاع؟ فممكن الواحد ممكن يجيبه في ادارة المرور. اما بالنسبة للتكاتك دلوقتي هي فوضى فعلا، واحنا عاوزين من المحافظين او من رؤساء المجالس المحلية في المحافظات يشوفوا ظاهرة البتاع ده. ممكن التوك توك ده يعمل نصيبة بيه، لان التوك توك ده بيحمل فيه 5-6، المفروض يحمل فيه 3-4، فان التوك توك ده ممكن يتقلب بالواحد. فطب هيتقلب، الناس اللي فيه دي هتتعور، هتروح لمين؟ فالشاب بياخد بعضه ويسيب التوك توك وياخد بعضه ويمشي. وليد وحيد، اهلا وسهلا بحضرتك معانا. ايه رأي حضرتك في استغلال التكاتك للمواطنين؟ هو مشروع فاشل طبعا، هو مشروع بيعمل كل الصيع وبيعمل بيه جرائم وبيعمل بيه حاجات مخلة بالامن العام، وهو مشروع فاشل. يعني مصطفى حسين، اهلا وسهلا بحضرتك معانا. ايه رأي حضرتك في استغلال بعض التكاتك للمواطنين او كل السائقين التكاتك؟ ايوه، ما هو دلوقتي المشوار بقى شغالين في الحواري، المشوار زي من هنا كده ودار القضاء العالي ب 10 جنيه من هنا، زي بقول لحضرتك يعني عداد التاكسي مش هيعمله. وبعدين هم برضو زي ما بقول عندهم، هم خلاص استغلوا المغرب. ابراهيم رئيس الوزراء المحلي قال لك شغل في التوك توك، لما طلع قال لهم بيشتغلوا في التوك توك، فاصبح التوك توك دلوقتي بقى يعني اقوى من سواء التاكسي او الميكروباص. وبعدين دلوقتي خلاص حتى انت لو قلت لهم تعالوا امشوا ولا روحوا ولا حاجه خلاص هم اتمكنوا. فعاوز اقول لحضرتك يعني ان التوك توك دلوقتي بقى من الناس اللي بتكسب كويس جدا، وجامع جميع الفئات، اللي هي المتشرد، اللي بتوع البانجو، بتاع المخدرات، اللي هم ولاد الشوارع. يعني حتى انت لو تحدي منهم التوك توك دلوقتي هيبهدلوك الدنيا. فالحكومه مسجلين خطر، انا عارفهم ومكنهم، فالحكومه خلاص مكنتهم. لو جت قالت لهم هرخص لكم التوك توك او اسحب منكم التوك توك هيشوفوا الويل وسواد الويل. وفيك الجويس، اهلا وسهلا بحضرتك معانا. ايه رايك لاستغلال التكاتك للمواطنين؟ هو التوك توك يعني وسيله ليها عز، يعني مع كبار السن، مع بتقدم مهمه يعني للسفر في داخل المدينه، يعني في تخليص المشاوير. يعني كويس، هو يعتبر التوك توك وسيله كويسه، بس حكايه المفروض تتقنن بكميات محدوده. يعني والمفروض اللي يركب يسوق التوك توك يعني يبقى شاب، يعني من العشرينات، ما يكونش 10 سنين. اغلبيه اللي بيسوق التوك توك بيكون 10 سنين وبيعمل حوادث وما لهوش نمر، ولما بيخبط الناس بيكسرها، بيعمل حوادث وبيكسر عظامها. المفروض يعني مش بيعرفوا ليه رقم وبيطير، ما حدش بيعرف له رقم. المفروض يتخننوا ويبقى له ليه رخصه ويترخص ويبقى له زي عربيات السيرفيس في المدينه. انا اسمي فايز احمد سيد، سواق في هيئه النادي العام. اهلا وسهلا بحضرتك معانا. ايه رايك حضرتك في استغلال التكاتك لبعض المواطنين او لكل المواطنين؟ والله حضرتك انت لو بصيتي الاتوبيس اللي طوله 13 متر بنبقى ماشيين في خط السير، نفاجئ نلاقي سواق التوك توك في ثانيه بقى قدام الاتوبيس، نيجي نتكلم معاه بنسمع كلام ما بنقدرش نتعامل معاه. يعني سواق الهيئه معروف من زمان ان هو بيقدر يتخانق وبيزعق وبتاع وحاجات زي كده،
لكن مع سواق التوك توك احنا بنخاف منه، يعني ممكن يطلع مفتاح يكسر لنا مرايه يكسر لنا ازاز، ولا بالك ده كله بيجي على حسابنا في التلفيات. فبنضطر ان يعني ايه تلشان باي طريقه كانت، ان التوك توك بقى صغير بص دي ماشي كده دي فجاه بقى قدام حضرتك. طب رساله تحب توجهها توجهها من رساله؟ والله يعني يا ريت يعني يا ريت يرموا التكاتك دي، يعني يا ريت يلموها من البلد. انا عندي عيلين محبوسين بسبب التكاتك دي والله، راحوا اشتريت تكاتك من الاقساط والدنيا خربت، وعندي يعني محبوسين بسبب التكاتك. فيا ريت يعني من وزير الداخليه يلم موضوع التكاتك دي، او شغاله في الاقاليم او شغاله جوه الحواري، لكن ما تطلعش على الطريق العام. التوك توك النهارده على كوبري اكتوبر وعلى الدائري، يا ريت يعني يبصوا لنا شويه على التكاتك دي. انا حماده السيد، اهلا وسهلا بيك. ايه رايك في استغلال التكاتك لبعض المواطنين؟ سلك التكاتك، هي التكاتك برضه كويسه. انا دلوقتي ما معيش شغل، هعمل ايه؟ ما هو جبت توك توك واشتغل عليه. يعني في الارياف، يعني انت مع ولا ضد؟ لا مع، ما يعني انا دلوقتي معايا انا في ارياف، قاعد في ارياف. طب انا معايا شهاده، هعمل ايه؟ انا جبت توك توك واشتغل عليه. هي توك توك مش وحش، بس في الارياف هنا في مصر بيبقى حاجات تانية بقى. بس احنا في الارياف بيبقى عندنا في التكاتك اي مش لاقي، انا مش لاقي شغل ومش لاقي شغل حكومه وتعبت، هعمل ايه؟ يعني ليه اخواتي برضه ما لهاش شغل حكومه؟ اما اجيب توك توك واشتغل عليه مصلحه برضه. شعبان سيد سليم، موظف بالاداره القانونيه. اهلا وسهلا بحضرتك معانا. ايه راي حضرتك في استغلال التكاتك لبعض المواطنين؟ هي اولا استغلال ممنوع تتمنع منعا باتا داخل جميع محافظات القاهره. اولا انتشار الجريمه وراء التوك توك، اطفال وصبيه من 7 لـ8 سنين بيسوقوا التوك توك، استغلاله. تاني حاجه، اهم حاجه، ان هو ممنوع تراخيصه من الاداره العامه للمرور. انا دي وسيله غير امنه. تاني حاجه، حوادث الطرق اللي هي بيطلع بياخد طريق سريع تروح جاي عكس اتجاه العربيه، بتروح شايلها هو والركاب. انا هنا داخل القاهره عندي اكتر من 200,000 توك توك، 200,000 توك توك اما بيسوقهم صبيان واطفال من عمر من 8 سنين لـ12 سنة. يبقى ازاي المواطن ده يبقى امن وهو راكب التوك توك؟ الجريمه بتتم بالتوك توك لان بيخش في جحر وامكان ضيقه، استغلال الجريمه بالتوك توك. تاني حاجه واهم حاجه، ان هو المرور مانع تراخيصه، هيترخص بأني وسيله؟ دي حاجه، طالما ما فيش حاجه ليها تراخيص تبقى غير امنه. دي حاجة. تاني حاجة، استغلالهم للمواطن، يعني بيجي الواحد يركب توك توك مثلا مسافة بسيطة بقولك 5 جنيه و10 جنيه بقت مقاولة، فأصبح إن أنا أمنع التوك توك وأمنع استيراده من المنبع. هو اتمنع استيراده، ارتفاع سعره غالي دلوقتي، وصل لـ30,000 دلوقتي. التوك توك بقى بيتأجر زي التاكس وأعلى، يعني دلوقتي بقى بيعمل ورديتين، الورديتين بيعملوا 200 جنيه احنا بنقول لك اللي صاحب التوك توك بياخد 200 جنيه واللي بيركبه بياخد له كمان بتاع 200، ادي 400 جنيه التوك توك بيجيبهم في الدخل اليومي. الدخل اليومي بيبقى من استغلال المواطن ووسيله غير امنه. محسن يا محمد، اهلا وسهلا بحضرتك معانا. ايه راي حضرتك في استغلال التكاتك؟ استغلال التكاتك هو مشروع كويس، بس هو المشكله في سوء الاستخدام، وبعدين بيركبوه اصلا صبيه الى حد ما متسولين واللي بيبرشم كلام يعني فاضي. عشان تحددي كحد من مشكله التوك توك بصفه خاصه يترخص، مش هيبقى عشوائي، مش هيمشي على الدائري، مش هيمشي في الطريق العام، مش هيمشي في وسط البلد. يعني مسموح بيه بس يترخص، اللي مش مترخص يتمسك على طول. لا انا استخدمه استخدام صح، انا استغله استغلال صح، ما كوسيله مش وحشه، لكن انا استخدمه صح. هو اللي بيسوق اللي استعمال ايه؟ اللي انا ما استخدموش صح، ما بستغلش الوسيله استغلال سليم. رجب وائل، مدير عام تصدير بشركه اسكندريه الحريريه. اهلا وسهلا بحضرتك معانا. ايه راي حضرتك في استغلال التكاتك؟ بالنسبه للتكاتك اسعارها بتتراوح من 5 جنيه ل 10 جنيه و15 جنيه حسب المشوار الطويل اللي هي بتعمله. تاني حاجه، التكاتك في مصر مش نافعه، هي تنفع في الكوره. بالنسبه للكوره بتجري وتمرح في اي حته ما بين الكوره، مفيش شوارع. هنا في القاهره التكاتك بتعمل لنا مشاكل، ممكن تؤدي لتصادمات كبيره، ممكن يجي عكس الاتجاه، انا جايب العربيه يبتدي يقبض فيا، فبيأثر على الحركه الوطنيه داخل الشعب. فلازم التكاتك دي تطلع لها حد. تاني حاجه، المرور عمل لها لوحات معدنيه في المدن، اللوحات دي شغاله لكن بدون اي مرور بياخد منها اي حاجه واي استلزامات. احنا عايزين نعمل في مصر قانون على التكاتك دي ان هي تمشي صح، والا البلد بتاعتنا هتخرب. يا يحيى سيف، اهلا وسهلا بحضرتك معانا. ايه راي حضرتك في استغلال التكاتك؟ استغلال التكاتك كاستغلال مادي للناس،
هو مش في كل مكان يعني مش في كل مكان، لكن برضو معاه ان التكاتك المفروض ما تبقاش في كل مكان، يعني التكاتك المفروض ان لها اماكن محددة بتنعدم فيها المواصلات في شوارع ضيقة في ده في ده اوكي، لكن نلاقي التكتك طالع على الطريق السريع ولا على الطريق الزراعي وماشي عكس الاتجاه، هو ده المصيبة كبرى علينا، يمنع ترخيصه لو اتمسك في واقع زي كده. لكن هو ما في شك ان هو فرصة عمل لشباب ما يملكش حرفة، موجودين في السوق بكتير، ناس اسست تجارتها على التكاتك دي، لكن المفروض ان توك توك محدد المعالم يمشي فين وما يمشيش فين. شكرا لحضرتك. بعد ما شفنا استطلاع رأي المواطنين عن ظاهرة استغلال التكاتك للمواطنين، شكرا على حسن المتابعة، تحياتي نجلاء درويش القاهرة قناة الطريق.